لا هو يعني كلمة تقييم دي كلمة كبيرة ان انا اقولها لمهرجان دار البيضاء، هو انطباع يعني انطباعي ايجابي جدا، واعتقد انه اي مهرجان سينما في اي مدينة عربية بيعد رافد مهم من روافد الثقافة السينمائية والثقافة الإنسانية عموما يعني والعربية. أتمنى له طبعا كل التوفيق يعني. أنا أفلام مارفل كلها، الأفلام اللي هي ليها علاقة بالكوميكس يعني، لما بنتفرج عليها بنتفرج عليها في من خلال سياق ليه علاقة بالتراث الطفولي يعني، وتراث المجلات الكوميكس والصور. لما نيجي نقيمه طبعا يعني لما نيجي نقيم السلسلة كلها، سلسلة مارفل كلها، أكيد لما اتكلمنا عن التقنيات يعني هنلاقي حاجة عظيمة، بس لما نيجي نقيمها كسينما إنسانية وتعبر عن الإنسان وتعبر عن الـ عن الـ عن ثقافة البشرية يعني، لا يعني لازم نحطها في سياقها يعني. الله يخليك. لا هي الأمور ما بتتحسبش كده، أصل النوع ده من الأفلام الجاية من المجالات المصورة دي ثقافة مختلفة يعني، يعني أعتقد إنه تمثيله ده شيء صعب جدا يعني. لو قعدت هنا 4-5 شهور وفي الشارع ممكن. اتمنى كل الخير للشعب المغربي الجميل، وان شاء الله ربنا يديكوا كل اللي في بالكم وكل امنياتكم.